السلام عليكم. إن لم تكن فريدة بين الدول فربما نادرة الحصول عندما تصبح لغة قوم ودولة هي الثانية في الاستعمال والأهمية والأولى في التهميش. هذا ما يؤرق أبناء المملكة المغربية الذين يشتكون من تراجع اللغة العربية من حيث الاستعمال في واقع حياة المغاربة. فاللغة الفرنسية هي المهيمنة على التعليم وعلى التخاطب والمراسلات بين المؤسسات الحكومية والخاصة، بل هناك من يتحدث عن الانفصال اللغوي ومن ثم النفسي بين المرضى من جهة والأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب حواجز اللغة ضمن مجتمع واحد يفترض به التجانس اللغوي. وربما لا تنطبق عبارة لا كرامة لنبي في قومه انطباقها على لسان العرب بين أهله، وخصوصا في المغرب، إذ في الوقت الذي تحترم فيه الأمم المتحدة لسان العرب وتضعه ضمن مصاف في أهم 6 لغات في الدنيا كلغة للتخاطب والمراسلات الدولية، يفقد هذا اللسان كرامته بين كثير من العرب وينسحب من ساحة وعيهم لصالح اللغات الأجنبية. لسان العرب الغني حضاريا والثري عبارة والقوي تركيبا كبكب في غياهب النسيان في واحد من أهم بلدان العرب ومحاضن حضارتهم، وأعني به المغرب. والحال كذلك، فمن الطبيعي السؤال عن السبب وعن الأثر وعن الحل، وهو ما تدور في فلكه هذه الحلقة من حديث العرب. أهلا بكم. على الرغم من مرور ما يقرب من 7 عقود منذ إعلان استقلال المملكة المغربية عن الاحتلال الفرنسي، إلا أن أثار الاحتلال وتداعياته لا تزال باقية في المجتمع المغربي. وتتجلى هذه التداعيات في الجانب الثقافي، حيث لا تزال اللغة العربية تعاني من الإضعاف والتهميش في مواجهة اللغة الفرنسية التي يمتد نفوذها من كونها لغة منطوقة إلى سيطرتها على الثقافة المجتمعية إلى حد بعيد، حتى بات استخدام اللغة العربية يعبر ربما عن نوع من التمايز الطبقي، فبعض سكان الأحياء الراقية وبعض المحسوبين على المثقفين يتعالون بل ويخجلون من الحديث بالعربية حتى لا ينعتوا بالرجعية، وكأنها لغة البؤس والجهل والفقر، الأمر الذي يورث المجتمع تبعية بغيضة للاحتلال رغم انسحابه عسكريا قبل 10 سنين. ولعله خطوة في الاتجاه الصحيح ذلك القرار الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة، والذي يلزم كل مؤسسات وإدارات ومرافق الدولة العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب إلى جانب الأمازيغية. خطوة أثنى عليها كثيرون، وإن أكدوا أنها غير كافية، فمأساة اللغة العربية في المغرب كبيرة، وهناك داخل دوائر الدولة تيار يقاوم أي عودة إلى العربية لغة أو ثقافة، الأمر الذي يستدعي بذل مزيد من الجهود ورسم الخطط التعليمية لتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية كممثل لهوية المغرب ثقافيا ودينيا. وبحسب ما يؤكده باحثون، فإن البداية في إنهاء مأساة اللغة العربية في المغرب تبدأ من محو الصورة الذهنية التي حاول الاحتلال الفرنسي ترسيخها في الوعي المجتمعي المغربي، تلك الصورة المزورة التي تظهر العربية مرادفاً للجهل والتأخر والقسوة والغلظة، ورسم صورة ذهنية جديدة تظهر عظمة اللغة العربية بوصفها وعاء حاملا لآخر الرسالات الإلهية إلى البشر، وتبيان عظمتها وحضارة أهلها الذين أضاءوا الدنيا بنور العلم وقت أن كان الغرب غارقا في عصور جهله وظلامه. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور هشام عبد الله، أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بجامعة الموصل سابقا، ومن العاصمة المغربية الدار البيضاء عبر سكايب طبعا، الأستاذ أحمد القاري المدون والكاتب والباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية. من أهل الدار في المغرب نبدأ أستاذ أحمد، حتى نكون أكثر في عمق ما يجري في المملكة المغربية فيما يتعلق باللغة العربية، حبذا لو تحدثنا ابتداء، وهو سؤال وصفي طبعا، عن واقع اللغة العربية
في المملكة المغربية سواء كان على مؤسسات على مستوى المؤسسات الرسمية في الحكومية أو حتى في المؤسسات الخاصة، نسبة حضور اللغة العربية قياسا بالفرنسية طبعا؟ من الناحية الواقعية هي حاضر حضور قوي. اللغة العربية هي لغة التواصل بين الناس، هي اللغة التي يتحدثها كل المغاربة، هي اللغة التي ينكتون بها، اللغة التي يفرحون بها، اللغة التي يعني يقضون بها مصالحهم. لكن من الناحية الإدارية هناك حالة التباس وارتباك، فسلطتان من السلطات الثلاث في المغرب تشتغل باللغة العربية حصريا، وهما السلطة التشريعية أي البرلمان يشتغل باللغة العربية حصريا في كل أعماله ومداولاته، وهو بذلك يحترم مقتضى المادة الخامسة من الدستور، والسلطة القضائية كذلك، كل المرافعات أمام القاضي، كل الوثائق، كل الأدلة، كل يعني الاستنطاق، كل شيء يتم باللغة العربية في القضاء. بالتالي المشكلة عندنا محصورة في السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية في بلداننا هي أهم السلط، وهي يعني مشكلة مرتبطة بالممارسات الديمقراطية. ففي السلطة التنفيذية هناك ارتباك، بعض الوزارات تشتغل باللغة العربية حصريا، مثل وزارة العلاقة مع البرلمان تشتغل باللغة العربية بشكل أساسي، مثل وزارة العدل، وهناك وزارات تشتغل باللغة العربية وتقوم بتدبير شؤونها على المستوى الإداري والمحاسبة وإنجاز التقارير وبعض الخدمات ولغة الاجتماعات بالفرنسية جزئيا أو كليا. طيب حسنا، يعني هذا بناء عفوا أستاذ أحمد، بناء على ما تقوله، يعني هنا ليس هناك مشكلة إذا كانت بعض الوزارات تتحدث العربية في تخاطباتها وبعض الوزارات الأخرى تتحدث العربية مع جزئية بالفرنسية، إذن لا يوجد مشكلة؟ لا مشكلة. أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ لأن الأمر يتعلق بوزارات خدمية في غاية الأهمية، وزارة الصحة وعموم الوزارات التي تشتغل على الخدمات نجدها تشتغل بشكل أساسي باللغة الفرنسية. وكذلك المشكل الرئيسي المواجه اليوم هو فرنسة التعليم. وزارة التعليم باسم الانفتاح على اللغات الأجنبية تشتغل حاليا على فرنسة الثانويات، الدراسة في الثانوية والإعدادية ومن يدري ربما بعد ذلك الابتدائية، بعد أن فشلوا في تعريب الجامعة لعدة عقود. فهذا الذي يجعل المشكل كبيرا، من الناحية أن هناك ارتباك تضيع فيه موارد كبيرة، ومن الناحية الثانية أهمية القطاعات التي تحضر فيها اللغة الفرنسية بشكل غير قانوني ومخالف للدستور ومخالف لمصالح الناس ومخالف لما جرت طيب عليه أستاذ أحمد، يعني كل العالم. أستاذ أحمد، هذا لننتقل من الجانب الوصفي الذي تتحدث عنه، وهي قضية خطيرة الآن، يعني وضعت يدك على الجرح إذا صح التعبير، وهي قضية تخاطب بعض الوزارات وخاصة الخدمية المهمة مثل وزارة الصحة، وهذه قضية مهمة جدا باللغة الفرنسية، وكذلك الانتقال هذا إلى موضوع التعليم. لو انتقلنا إلى البعد التحليلي، ما الأسباب التي تجعل لغة قوم غير عزيزة بينهم مثل اللغة العربية، ما الأسباب التي تفضي إلى أن استعمال الفرنسية كلغة أولى في المؤسسات الحكومية والخاصة بدلا من العربية؟ الخطأ الكبير حدث عندما حصلنا على استقلالنا، لم نكن حاسمين في القضية اللغوية مثل ما كانت فيتنام مثلا. فيتنام كانوا حاسمين وقرروا أن تكون اللغة الفيتنامية لغة كل شيء في البلد، وكما كانت اندونيسيا مثلا حاسمة والكثير من البلدان الأخرى. كيف ذاك؟ المغرب كان فيه تردد، فكان أحيانا يتجه إلى استخدام العربية ثم يحدث تراجع حسب نفوذ المتفرنسين وحسب نفوذ فرنسا نفسها داخل البلد. فالذي حدث في منذ الاستقلال حتى الآن أنه كانت تجري تراجعات، يعني تحقق مكاسب جيدة في الاتجاه لاعتماد اللغة العربية في كافة المجالات. ها قد مضى أستاذ أحمد، معذرة، يعني مضى 7 عقود على استقلال المغرب منذ عام 1956، لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والمغاربة هم الذين يديرون شؤونهم، وهم الذين يضعون مناهج تعليمهم، وهم الذين يضعون السياسات العامة للدولة، ما الذي يجعل اللغة العربية غير عزيزة في بلدها؟ هي ليست عزيزة عند قلة
من المتفرنسين المتحكمين في دوالب الإدارة. المشكل هؤلاء المتفرنسون تأثروا بالتحقير اللغوي والثقافي الفرنسي للغة العربية، فللأسف انتقل إليهم مع دراستهم للفرنسية في المغرب أو في فرنسا، انتقلت إليهم ممارسة تحقير لغوي وثقافي تجاه كل ما هو محلي من اللغة ونمط الحياة وكل شيء. فصاروا يعتقدون أن البلد لا يصلح حاله إلا أن يكون كل شيء بلغة أجنبية، وهذا أمر مضحك، وهم يعني لا يملون. فرغم كل العقود التي مضت يتبين أن فرنسا تقتل التعليم، المغرب متأخر في الترتيب على كل المستويات، على مستوى الجامعات ومستوى التعليم الابتدائي وغيره. طيب. لأن جهود التلاميذ مشتتة، تضيع على دراسة اللغة الأجنبية بدل أن تركز على اللغة العربية. هذه نقطة. مستوى الخدمات متدني. نعم. معذرة أستاذ أحمد، يعني حتى أنتقد الاستديو، هذه نقطة مهمة أشرت إليها، سنأتي عليها بشيء من التفصيل بعد قليل. لكن قضية تهميش اللغة دكتور عبد الله في الاستديو، يعني تهميش اللغة له صور عدة، شاهدنا أو استمعنا إلى صورة من هذه الصور في المغرب كما تفضل الأستاذ أحمد، لكن في بعض الدول العربية مثل دول الخليج العربي، إذا أراد المرء أن يتوظف مهما على شأنه العلمي لابد من أن يتقن اللغة الإنجليزية من دون أن يسأل عن إتقانه أو مدى معرفته باللغة العربية. هذا صورة أخرى من صور تهميش اللغة العربية. هذه الظاهرة نريد أن نبحثها، ما الذي، من أين تنشأ هذه الظاهرة، ظاهرة تحقير أو تهميش اللغة بين أهلها في بلدانها؟ ربما تكون يعني صورة يعني غير مشاهدة في مكان آخر من العالم إلا في الحالة العربية، علما أن اللغة العربية كما تعرف دكتور هي إحدى 6 لغات معترف بها في الأمم المتحدة. نعم. شكرا جزيلا أستاذ جهاد، ومرحبا بك ومرحبا ببقية الضيوف. أهلا وسهلا. قبل الدخول في المظاهر الظاهرة في موضوع تهميش اللغة أو صور التهميش، يمكن أن ننطلق من قضية أساسية، وهي أنه لا تزال تأثيرات ما قبل تحرر الشعوب وما قبل تحرر البلدان، ما تزال إلى حد الآن لم تتحول هذه الدول وبنياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية، لم تتحول التحول الكامل، بحيث أننا لا نستطيع أن نقول بأن بلداننا اليوم هي بلدان مستقلة عن تأثيرات ما قبل عمليات الاستقلال. يعني أذكر قبل الدخول إلى الإشارة إلى المواضع الثلاث أو الصور الثلاث التي في قناعتي هي من صور التهميش الظاهري، كلنا يذكر الحرب بين اليونان والرومان، والكل يعرف بأن الرومان قد قهروا اليونان عسكريا، ولكن امتلاك اليونان لحضارة ولثقافة ولقوة كاملة داخل اللغة وداخل الثقافة، استطاعت أن لا تجري كما فلسفة شروط الغالب على المغلوب، بحيث حتى انتشرت المقالة الشهيرة أن الرومان قد قهروا اليونان عسكريا، ولكن اليونان قد قهروا الرومان ثقافيا وحضاريا. هذا يأخذنا إلى نقطة جدا مهمة، هي في قضية التهميش، أنه نحن ينبغي علينا أن نسأل، طبعا قبل الوصول إلى هذه النقطة، هو ظاهرة التهميش هي أول ما نراها ظاهرة وكامنة وظاهرة على السطح، هي في قضية الاستعمال. أي أننا أحيانا عندما ننظر إلى واقع أي مجتمع من المجتمعات نجد بوضوح جدا أنه خفوت في استعمال اللغة العربية الفصيحة. لا نقول اللغة العربية الفصيحة، لأن هذا ربما قد يقول بأنه يحتاج متخصصين ويحتاج قراءة تفصيلية في علوم اللغة، ولكن نقول على الأقل على الحد الأعلى الذي هو ليس فصيحا، بحيث لغة فصيحة تصل إلى حد اللغة ما تسمى بالترتيب الهرمي اللغة العليا، ولا باللغة العامية التي هي اللغة المتدنية، ولكن ثمت فصيحة نسميها الفصيحة البسيطة التي هي كما تعلمون لغة الإعلام وغيرها. الظاهرة الأولى التي نراها منتشرة في بلداننا هي ظاهرة أن استعمال اللغة العربية قد خفت نجمه بشكل كبير جدا. هذا الاستعمال أحيانا نحن لا نطالب بأن يكون هذا الاستعمال الفصح، وإن كان هذا هو صورة نموذجية ومثالية، لا نطالب أن يكون هذا الاستعمال داخل البيت وداخل البيئة الصغرى اللي هي بيئة الأسرة، ولكن على الأقل نحن نقول ينبغي أن تكون اللغة مستعملة وحاضرة في المؤسسات التعليمية،
اليوم لا نجد هذا الأمر موجود في المؤسسات التعليمية. لو أذنت لي دكتور عبد الله قبل أن أتحدث عما ينبغي أن يكون وهي نقاط مهمة طبعا، لكن يعني دعني يعني أتنزل معك إلى حالة يعني غير عربية. مثلا اليابان عندما هزمت في الحرب العالمية الثانية وقد هزمت هزيمة ساحقة، جرى نقاش على مستوى النخبة العلمية، النخبة السياسية، النخبة الثقافية في اليابان على الانتقال نحو من التحديث إلى التغريب، يعني استلهام الثقافة الغربية بمنظومتها وقيمها، لكن ذلك لم يحصل. روعيت قضية التقاليد اليابانية واللغة اليابانية في نظام التعليمي واستطاعوا أن يبنوا دولة متقدمة. أريد أن أسألك عن سبب تفشي ظاهرة تهميش اللغة في الحالة العربية، إلى ما يرجع؟ أستاذي هذا يأخذنا إلى النقطة الثانية. اللغة بطبيعتها، اللغة عندما تكون متأصلة داخل المجتمعات وهي في حقيقتها كاللغة العربية وكذلك في اللغات الست المعروفة، أنها فيها قوة كامنة على البقاء، فيها قدرة على المواجهة، فيها قدرة على هضم التفاصيل وهضم الهوامش. اللغة اليابانية المثال الذي تفضلت بذكره حول موضوع اليونان، اليونان كانت واعية النخب الثقافية والنخب السياسية والنخب التي تبني البناء الجديد للمجتمع، كانت واعية جدا إلى قضية أنه هي ربما تهدد بقضية استلاب للغتها واستلاب لحضارتها، فنظرت نظرة متوازنة إلى إمكانية الإفادة من معطيات العلمية والثقافية والعسكرية الموجودة في العالم، ولكن بنفس الوقت برمجت هذه العلوم وبرمجت هذه النوافذ لكي لا تقتلعها من جذورها، كما يقول غاندي في كلمته الشهيرة أنه أنا أسمح لكل الرياح أن تدخل من نافذتي، ولكن لا أذن لها أو لا أسمح لها بأن تقتلعني من جذوري. المشكلة تأخذنا إلى النقطة الثالثة، وهي مشكلة أن ثمت خلل هو يكمن في المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية، ونقصد بها مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الثقافية، مؤسسات النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو حتى الثقافي، هي التي أسهمت بطريقة أو بأخرى على أنها تجري عملية التحول، بحيث أصبحت اللغة في حالة من الوضع الحرج، غير مستقرة على وضع وغير مستقرة على حال. وهذا الذي جعل حالة كحالة المغرب، أنه خرج المستعمر قبل في خمسينيات أو نهاية منتصف خمسينيات القرن الماضي، خرج ولكنه ترك ما يمكن أن يبقي وجوده حاضرا من خلال النخب الثقافية ومن خلال النخب السياسية. لا نريد أن ندخل في حيز وإطار اتهامات للآخرين في كونهم ما يسمى بين قوسين عملاء، لا، ولكن ثمت مشكلة أن هناك شعور بأنه أنا لا يمكن لي أن أتماهى مع الغرب أو مع فرنسا في حالة المغرب أو مع الدول المتقدمة إلا من خلال السير معهم خطوة بخطوة. هناك قضية مشكلة أنهم ربطوا اللغة العربية بلغة القيم وبلغة الدين، وبالتالي جرهم هذا إلى أنه لا أستطيع من خلال ركوب اللغة أن أصل إلى معطيات هذه العلوم ومعطيات هذه التكنولوجيا. هذا الأمر أيضا حدث في ما قبل خمسينيات القرن الماضي، عندما بدأت النشأة القومية المحلية، الدعوة الفينيقية والدعوة البابلية، حتى أنه لما جاء عدد من مثقفي لبنان كانوا ينطلقون من هذه الفكرة ويقولون بصراحة بأنه، وهذا خاصة في تجمع شعر وتجمع بعض التجمعات التي لها منطلق أيديولوجي ومنطلق ثقافي، كانوا يقولون بأنهم ما الذي يجعلنا نحن نلتزم باللغة العربية؟ اللغة العربية هي لغة دين، لغة قرآن، لغة ديانة مختلفة عن ديانتنا، وبالتالي لا حاجة لنا بالارتباط بهذه اللغة. ولكن في الحقيقة ثمت قضية مهمة جدا، أننا نحن ما دمنا نعيش في عالم عربي، في مجتمع عربي، أمام تحدي كبير جدا من العالم الغربي، ينبغي أن نركز على أنه اللغة العربية هي قضية هوية جامعة للآخرين دون إهمال ودون تهميش ودون إزالة للفوارق والجزئيات الفردية ما بين الأقطاب. لكن في الحالة المغربية دكتور، وهنا أنتقل إلى الدار البيضاء، في الحالة المغربية حتى يعني نقفز إلى مساحة أعمق في فهم هذه الظاهرة، المغرب بلدا ليس صغيرا في الوطن العربي، وهو من بلاد الثغور العربية على الحدود مع أوروبا، يعني هو نافذة لا ينبغي أن تأتي منها هذه الرياح إلى الوطن العربي. لذلك نريد أن نفهم القضية بمستوى أعمق أستاذ أحمد، هل كيف يمكن تفسير ظاهرة
تهميش اللغة، وبعض المغاربة يصر على أنها تحقير اللغة العربية في المملكة المغربية. هل ينبغي أن نفهمها في سياق سياسي حزبي معين، أم أنها في سياق مجتمعي يقوم على حساسيات عرقية هي محقونة بالدعاية الفرنسية؟ هي بالدرجة الأولى تفريط وعدم التزام بالقوانين والدستور، هذا تفريط واضح جدا، وهذه النقطة التي يجب التركيز عليها في المطالبات اللغوية، أن يجري احترام الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية لغة رسمية، وينص أيضا على رسمية اللغة الأمازيغية، ويذكر أن قوانين سوف تصدر من أجل أن يكون استخدام اللغة الأمازيغية يعني جاهزة. الذي يحدث اليوم أن هناك تناقض بين الواقع والممارسات الحكومية. الواقع أن اللغة العربية في المغرب هي لغة كل شيء، هي لغة الناس. في النهاية المريض عندما يذهب إلى الطبيب يتحدث معه بالعربية، وعندما نعطي للمريض تقريرا باللغة الفرنسية ويبحث عن من يترجمه، أو يذهب إلى جهاز كمبيوتر ويحاول أن يقوم بترجمة آلية. الناس في الاجتماعات اليوم لم تعد أبدا تتحدث اللغة الفرنسية، وإنما في يعني أسوأ الحالات تتحدث خليطا بين الفرنسية والعربية، وهذا أمر مؤذن للاقتصاد، مؤذن للبحث العلمي، مؤذي لكل شيء. أنا أعتقد أنه يكلفنا عدة نقاط من الناتج الخام الإجمالي للبلد. فبالتالي قوة اللغة العربية في المغرب ظاهرة في أنها هي في حضورها القوي، أن الكتب العربية هي التي تباع، أن المحتوى الذي ينتشر هو المحتوى الذي ينتج باللغة العربية، الجرائد التي تباع هي الجرائد التي تنشر باللغة العربية، كل ما يكون بلغة أجنبية يبقى في الهامش. وإن دفعت بعض القوى في الإدارة، وإن دفعت الفرنسا من خلال نفوذها الذي لا يزال موجودا في المغرب من أجل أن تبقى للغة الفرنسية قوتها وحضورها في المغرب، فحضورها هامشي، نؤكد ذلك. الذي يحدث عندنا هو ارتباك لغوي يجب أن يحسم، يجب أن تحسم القضية اللغوية في اتجاه القيام بما تقوم به كل الدول الأوروبية. هذا الواجب الذي تتحدث عنه أستاذ أحمد سنبحثه في المحور الأخير من الحلقة، كيف يمكن الوصول إلى تحقيق هذا الواجب. لكن قبل ذلك، هل ثمة للتجاذبات الحزبية والسياسية داخل المغرب، ولوجود وهو معروف في المغرب وجود لوبيات سياسية تتحكم ببعض مفاصل السلطة وحتى في القرارات التي ربما تمس أحيانا السيادة في المغرب، هل ثمة لهذا التجاذب السياسي والحزبي أثر في تهميش اللغة العربية في البلاد؟ للأسف هل ينضعي واهتمامها بالقضايا لم أسمعك، يعني أرجو أن تعيد أول كلمة، لم أسمعك. خاصة القضايا الهوية ضعيف. هذا محزن محرج، وهو يعني ملاحظ بشكل واضح وقوي في البلاد حاليا. وبالتالي فبقيت القضية اللغوية بين أمرين، بين إداريين بيروقراطيين غير منتخبين، يعني ولاؤهم للأسف للثقافة الفرنسية بالدرجة الأولى، وبين مجتمع أصبح يشعر بأنه متضرر من سياسة الفرنسة وفرض اللغة الفرنسية ويريد تصحيح هذه السياسة. وأصبح هذا واضحا من خلال المطالبات الموجودة على التواصل الاجتماعي، والتي تزيد في قوتها وفي ارتفاع صوتها يوما بعد يوم. لذلك الأمر واضح جدا، هناك إدارة تسير بالطريقة مخالفة للقانون ومخالفة للدستور، ويجب عليها أن ترجع لاحترام القانون والدستور. هذا هو حتى طيب تضمن مصالح الناس. نعم. حتى لا يتراجع مستوى التعليم ونتائج التلاميذ سنة بعد أخرى. نعم. حتى لا يكون ترتيبنا في الخدمة الصحية في العالم متأخرا بشكل مستمر، حتى لا يكون يعني تكون ظروف العمل قاسية بسبب هذا الارتباك اللغوي الذي يجعل كل مهمة بسيطة تصبح مهمة معقدة، لأن الشخص الذي يمارس عمله العمل لا يفهم ما يقوم به، لا يفهم المصطلحات التي توجه له. العامل يتحدث لغة، المهندس يتحدث لغة أخرى، هذا العبث يجب أن يتوقف، هذا العبث لا مثيل له. أعتقد أنه يجب التركيز هذا على أن اللغة مسألة هوية. نعم. غير قابلة للمساومة،
ويجب أن لا تكون أمرا نخدم به مصالح دول أخرى أو نجامل به دول أخرى. هذا فيما يتعلق أستاذ أحمد، وأن الحسم يجب أن معذرة هذا الصوت يتقطع، هذا فيما يتعلق بلغة الواجب، لكن قبل الحديث عن لغة الواجب لابد من الحديث عن الأثر الذي ترتب على تهميش اللغة العربية في بلد يفترض أنه أن اللغة العربية هي لغته الأم المنصوص عليها في الدستور والمنصوص على أن الحكومة مكلفة بحمايتها وتنميتها وحسن استعمالها. هذا ما نبحثه الأثر بعد وقفة قصيرة. بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن واقع اللغة العربية في المملكة المغربية. دكتور، يعني خبراء اللسانيات وخبراء النفس والمتخصصون والمربون والكبار الأساتذة دائما ما ينصحون بأنه كل إنسان في الدنيا ينبغي وجوبا أن يتعلم وأن يتأسس علميا بلغته الأم. ما السبب؟ ما الحكمة في ذلك؟ اللغة الأم، فقط ملاحظة، لأن وجدت أحد الأساتذة المغاربة عندما يتكلم عن اللغة الأم يبين بأن اللغة الأم في تفسيره يقول بأن اللغة الأم هي اللغة التي تتكلم بها الأم مع طفلها، وبناء عليه فإذا تكلمت الأم اللغة مثلا الأمازيغية الصينية هي اللغة الأصل، بغض النظر عن اللغة الأم التي هي مشاعة وموجودة داخل المجتمع. هذا في حقيقة ليس هذا المعنى بهذا التضييق. اللغة الأم هي بالأصل هي اللغة التي يمكن أن تكون هي المشاعة، هي الأصل الموجودة على الأرض التي توارثها الأجيال، التي هي ليست فقط وسيلة تواصل وإنما تحوي على محتوى كبير جدا. في قضية اللغة ضرورة تعلمها ابتداء هي اللغة التعلم بها ابتداء هو لا يمكن. اللغة هو نظام متسلسل، نظام منطقي يقوم على تراكم ويقوم على قواعد، هذه القواعد بالتراكم والتكرار تتثبت في عقل الإنسان. ثمة مصطلح ما يسمى بإزدواجية اللغة. إزدواجية اللغة غالبا فعلا مثل ما تفضلت بأن كثير من العلماء اللغة لا يفضلون عملية إزدواجية اللغة إلا بعد مرحلة متقدمة. لماذا؟ اللغة الأم هي لغة أساسية لأنها هي التي ستكون المعيار وستكون الأساس الذي يتأسس عليه الإنسان في منطقية تفكيره ومنطقية تعامله، وهي الأصل الذي يمكن فيه أن يسير في الحياة، أن يتعامل في الحياة، أن يدبر أموره في الحياة، ابتداء على أنه إلى فترة ليست قليلة هو مساحة التعامل ومساحة التواصل مع الآخرين هي محدودة. يعني الطفل إلى عمر 6 سنوات أو أقل أو أكثر هو محدود بالعائلة، بالبيئة الصغرى، وبالتالي لا يحتاج إلى لغة ثانية. لغة ثانية تعلمه إنما يجب عليه أن يتعلم اللغة الأم. هذه نقطة مهمة. مع في فترة مرحلة خروجه إلى البيئة الأكبر اللي هي البيئة التعليمية، فهو بحاجة أولا إلى التثبت من لغته الأساسية، لغته الأم، لغته الملية، لأن هو الأصل فيها أن يتعلم اللغة التي يأخذ منها المعارف. لكن معذرة دكتور، نعم، يعني معذرة، إلى أي مدى، يعني بناء على ما يقوله الخبراء واللسانيون وكبار علماء التربية، إلى أي مدى اللغة مسؤولة عن
تفسير الإنسان، أن التعلم الإنسان ضرورة التعلم بلغته، إلى أي مدى تعتبر اللغة مسؤولة عن تفسير الإنسان للوجود؟ بمعنى آخر، إلى أي مدى مسؤولة عن تكوين فلسفته نحو الوجود؟ اللغة بحد ذاتها هي ليست وسيلة للتواصل، وإن كانت هي تفعل هذا الأمر، ولكن اللغة بطبيعتها لما تحمله من محتوى، هذا المحتوى المعارف، الثقافات، العقائد، المعتقدات، الصور الذهنية، الصور الذهنية، فلسفة الأشياء، كل هذه مطالب الإنسان أو يعني الإنسان يأخذها من خلال اللغة. ولهذا تحرص الأسر وتحرص البيئات المستقرة على أن تكون اللغة الأم، اللغة العربية في بلدان العربية هي اللغة الأصل وهي اللغة الأساس، على الأقل إلى مرحلة استكمال أو إيصال الوصول الحد الأدنى من الثقافة والمعارف وغيرها من التصورات والرؤى. بعد ذلك نحن لا نقول بعدم جدوى تعلم لغات أخرى، ولكن نحن نقول بأن تعلم اللغات الأخرى غالبا سيأتي مع تعلم اللغة، هو أن تحمل هذه اللغة الجديدة المعارف والثقافات والرؤى والمعتقدات. وبالتالي نحن لا نستطيع أن نجعل الفرد وهو في طور أو في مرحلة التكوين المعرفي أن تزاحمه معتقدات وأفكار، ليس فقط معتقدات، أقصد بالمعنى العام للمعتقدات، ليس فقط المعتقدات الدينية، الأعراف، التقاليد، الأفكار، التصورات. ولهذا نحن نقول بأنه اللغة العربية عندما نريد أن يتعلمها الفرد يتعلمها إلى مرحلة زمنية معينة، ثم بعد ذلك لا بأس أن حتى وإن كان رأى البعض بأنه ضرورة أن تأتي اللغة الأخرى الدخيلة مع اللغة العربية في وقت مبكر، إلا أنها ينبغي أن تكون محددة بمساحة كمية وأيضا بمساحة زمنية. يجب علينا عندما ندخل اللغة الدخيلة إلى اللغة الأم ينبغي أن نفكر ما هي المساحة التي ينبغي أن نعطيها للغة حتى يتعلمها الفرد، والقضية الثانية ما هو الزمن، ما هو التوقيت المناسب الذي من أجله يعني الذي فيه نعلم اللغة. ليس صحيحا أنا اليوم أصلا في عندما قال علماء اللغة بهذا الأمر هم يعرفون حق المعرفة بأن العقل، تركيب دماغ الإنسان غير قادر على أن يستوعب أمران مختلفان كليا، فضلا دعك من التفاصيل والمحتوى، لا يمكن له أن يتعلم لغتين اثنتين في آن واحد. ينبغي أن يكون هناك تأسيس أولي، ثم بعد ذلك تأتي زيادة لتكون هامشا على حول اللغة الأساس. يعني أفهم من كلامك أن اللغة هي المسؤول الأول عن تكوين الهوية الذاتية للفرد، ومن ثم بالتالي من ثم للأمة. هل هذا فهمي صحيح؟ نعم. أبني عليه لأسأل الأستاذ أحمد في المغرب، بعد هذه السنين الطويلة العقود من هيمنة اللغة الفرنسية على بلد عربي سكانه لغتهم الأصلية عربية، سواء كانوا عربا أم أمازيغ، لأن العربية ليست لغة عرقية وإنما لغة عالمية، لغة المسلمين جميعا، بعد كل هذه العقود من هيمنة اللغة الفرنسية على لغة بلد عربي، ما الأثر الذي ورثه الإنسان المغربي في ذاته، في وعيه، في نظرته للحياة من منظورك الشخصي؟ هي أن جزءا مهما من الجهد في المدرسة يضيع بسبب تشتت الوقت. يعني عندما تعطي اللغة العربية نفس عدد ساعات التدريس التي تعطيها للغة أجنبية، للغة الفرنسية، يعني 6 ساعات مثلا في الأسبوع، فهذه ممارسة لا توجد في أي بلد يعني في من العالم. الموجود مثلا في فرنسا نفسها أن المخصص للغات الأجنبية واللغات الجهوية معا هو ساعة ونصف في الأسبوع في المستوى مثلا الرابع والخامس الابتدائي، ساعة ونصف مقابل 6 ساعات عندنا. أضيف إلى ذلك أن التوجيه في فرنسا واضح أن يكون درس اللغة الأجنبية في خدمة إجادة اللغة الفرنسية. التوجيه في فرنسا واضح في أن كل المواد يجب أن تكون في خدمة اللغة الفرنسية لأنها المادة الأكثر أهمية. هذا ليس موجودا عندنا. يعطى للتلميذ الانطباع بأن اللغة العربية مادة أقل أهمية للأسف، هذه جريمة. ثم يطلب منه المستحيل حين يقال له عليك أن تجيد لغتين، واحدة لغتك الأم واللغة التي تتحدث بها، والثانية هي اللغة الأجنبية الفرنسية، والآن اللغة الثالثة هي اللغة الأمازيغية التي بدأت تعمم على المدارس. فأنت تطلب من التلميذ أن يجيد 3 لغات، نظام كتابتها مختلف وأسرها اللغوية مختلفة، وهذا مستحيل بكل بساطة.
تدريس اللغات الأجنبية في كل العالم هامشي تكميلي. طب إذا كان مستحيلا والجهات المسؤولة تقرر هذا النهج، هل يعني أن المغرب الآن يعني يسير نحو العبث يعني؟ تماما، هناك عبث في التخطيط المدرسي، ونتائج هذا العبث واضحة. واضحة في النتائج المدرسية. حدثنا عن هذه النتائج. واضحة في مستويات التلاميذ، واضحة في جديتهم، واضحة في ما يعبر عنه الأساتذة من صعوبات يجدونها في توصيل المعلومة للتلميذ وفي تمكينه منها. يعني نحن لا التلميذ يحصل على اللغة العربية يجيدها، ولا هو يجيد اللغة الفرنسية، ولا هو يجيد اللغة الإنجليزية عندما تضاف إلى اللغات التي يدرسها، بل هو مشتت، الأمور عنده ليست واضحة، هناك تركيز على الكم على حساب الكيف، وهناك فقدان لروح التدريس. نلاحظ في مناهج البلدان المختلفة أن اللغة الرسمية، اللغة الأم، تأتي على رأس المواد. في اليابان مثلا وجدت أنهم يدرسون 35 ساعة في السنة للغة الأجنبية. النتيجة هي أن الياباني ضعيف جدا في اللغة الإنجليزية. عندما سألت هناك لماذا لا تعطونا مساحة أكبر للغة الأجنبية، قالوا لي لأن ذلك سيكون على حساب إجادة اللغة اليابانية، وهذا أمر لا مساومة فيه على الإطلاق. فمسألة مسألة مبدأ، علما أن اليابانيين في 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 التحصيلات الجامعية ومعدلاتهم من أعلى نسب العالم. نعم، الذي يحدث عندنا هو العكس. الدراسة الجامعية في كل التخصصات مؤلمة، هي تجربة سيئة، هي عذاب بالنسبة للطلبة، لأن لغة التدريس في المواد العلمية وفي الطب وفي الهندسة هي لغة أجنبية، والطالب ليس مرتاحا. نعم. طيب. ليس قادرا على الإبداع، ليس قادرا على التواصل مع أستاذه، يعوض الضعف بالحفظ. تصور مع طلبة الطب يحفظون النصوص حفظا، كيف يصح هذا؟ يعانون بسبب ذلك معاناة شديدة مثلا. كيف يمكن أن تتخيل وجود إبداع ما لم تصبح القضية اللغوية محسومة، وتصبح العزة اللغوية هي الأساس؟ يجب أن يزرع في التلميذ عزة، يرفع رأسه باللغة العربية ويحس أنها هي أفضل لغة في العالم، وأن يكون منحازا إليها. كل الشعوب منحازة إلى لغتها، كل شعب يشعر أن لغته هي الأفضل. حين يشعر التلميذ بأن لغته أقل من اللغات الأخرى، فهذه جريمة في حقه أيا كانت لغته. فكيف هو الحال إذا تعلق الأمر بأفضل لغة في العالم، يعني يقينا؟ نعم. والواحدة من اللغات الأكثر انتشارا، واللغة الأكثر تأثيرا يقينا أيضا. اللغة الأكثر تأثيرا وأكثر استقرارا والأفضل من حيث المستقبل هي اللغة العربية. فبالتالي يجب أن يتوقف المسار الحالي في المغرب. نعم. وفي باقي البلدان العربية. طيب يعني تعاني من أستاذ أحمد، سنتحدث بشيء من التفصيل عن الواجب، لكن لو أذنت لي أن أبني أيضا على ما ذكرته لأسأل الدكتور هشام. يعني حجة المتفرنسين كما يقول الأستاذ أحمد في المغرب بأنهم يريدون أن يبنوا نظاما تعليميا متقدما، وأن ذلك لا يتم إلا باللغة العربية، هل هناك ضمانة لاستيراد اللغات الأجنبية؟ لو افترضنا جدلا أن النظام التعليمي لا يكون متقدما إلا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هذا افتراضا، لكن هل يمكن من الناحية العملية استيراد لغة أجنبية لبناء نظام تعليمي قوي ومتمكن من دون استيراد العادات ومنطق التفكير ونهج الحياة المبني على تلك اللغة المستوردة؟ يعني هل هناك ضمان للحفاظ على هذه اللغات المستوردة فقط للتعليم دون انسحابها على منطق التفكير والنظرة إلى الحياة والعادات والتقاليد؟ يعني أستاذ جهاد، يعني لدينا حالتان اثنتان نوعا ما أراهما متناقضتين أو متغايرتين. الأولى هي دول الشرق الوطن العربي، اللي هو دول جهة الخليج العربي وما حولها من دول، وأقصى الوطن العربي وهي المغرب. كلا الطرفين يستعملان اللغة الأجنبية أو اللغة الدخيلة في العلوم العلمية وما إلى ذلك. ولكن لماذا، أنا أسأل، لماذا لم تتغول اللغة الدخيلة اللي هي مثلا اللغة الأجنبية على بلدان مثل السعودية، مثل العراق، مثل سوريا،
مثل الكويت، يعني موجودة هذه في دول الإمارات، ربما دول الإمارات وغيرها من الدول لأنها اقتصادية فحاضرة اللغة الإنجليزية بشكل فيها كبير جدا. ولكن بشكل عام في مهما على استعمال أو مهما اتسع استعمال هذه اللغة الأجنبية فهي محصورة في حيز التعامل والضرورات التي تقتضيها استعمال اللغة والتواصل. الخطورة كامنة في الجزء الآخر وهو جزء المغرب العربي، يبدو أن القضية قد تجاوزت موضوع التواصل وموضوع الإفادة من العلم. يبدو لي الآن أنا من خلال ما تفضل به الأستاذ أحمد ومن خلال ما نطلع عليه بأن القضية في موضوع المغرب هي ليست قضية متعلقة فقط في تحول اللغة أو دخول اللغة الدخيلة أو الأجنبية إلى هذه البلدان لأجل نقل المعارف فقط، المعارف فقط، المعارف المجردة، المعارف الصرفة، المعارف العلمية. ثمة قضية أكبر من ذلك. نحن الآن نعول على أنه كما تعول فرنسا والدول التي تدعو إلى الفرنسة تعول على أنه المغرب هي المساحة الوحيدة الآن التي باتت يمكن أن تحدث فيها ثغرة لتغلغل والدخول إلى اختراق اللغة العربية والثقافة والهوية العربية من خلال المغرب، وإلا فلا مشكلة في دخول أي لغة من اللغات. المشكلة كامنة في أنه ثمت أرض مستعدة الآن لتقبل اللغة الفرنسية ليس على اعتبارها لغة تواصل وإنما لغة ثقافة ولغة حضارة ولغة هيمنة، خاصة مع وجود النخب السياسية والنخب الثقافية ووجود أنا أعدها وجود التعليمات أو القوانين التي لم تتحول إلى حيز من حيز النظري إلى حيز التطبيق. هذه مسألة مهمة. أنا الآن أذكر إلى وقت متأخر أعرف بأنه دراسة الطب وهي دراسة علم من العلوم التي لا يمكن أبدا إلا وأن يقول بأنه مصدره على الأقل مصدره الحديث هو مصدره الغرب، ولكن مع ذلك نجد في سوريا إلى حد ما أعرف ولا أدري إلى الآن ما هو الوضع أنه كان يدرس الطب في اللغة العربية وليس في اللغة الإنجليزية. إلى قبل سنوات نجد في العراق أن هناك حضور لكثير من العلوم في العلوم الرياضيات وعلوم الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك. ما هو الفرق الذي يحدث عندما يتحول الرمز من رمز عربي إلى رمز أجنبي؟ ما هو المشكلة؟ إلا هو واحد من سببين. إما السبب الأول هو الشعور الانهزام الداخلي داخل العربي الدونية والذي يشعر بأنه لا يمكن أن يظهر ولا يمكن أن يتطور ولا يمكن أن يتباهى أو أن يتميز على بني قومه وجلدته إلا من خلال الإجادة واستعمال اللغة ولهجة غير اللغة التي يجيدها العامة، أو أن تكون هناك دراسات ونحن غافلون الحقيقة، دراسات عميقة جدا لمحاولة جعل اللغة وسيلة لا يمكن نقل المعارف، لا يمكن نقل المعتقدات، لا يمكن تغيير الهويات، هويات الأقوام إلا من خلال الواسطة وهي اللغة. ولهذا نحن الآن يعني 70% كما تقول الدراسات 70% من المعارف المختلفة ينقل إلى 70% من اللغات ينقل إلى اللغة الإنجليزية في كل المعارف في كل اللغات وفي كل أنواع المعارف 70% منه ينقل إلى اللغة الإنجليزية ينقل إلى يترجم إلى اللغة الإنجليزية لأنها أصبحت اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعاً. اللغة الإنجليزية قد نجدها حاضرة في كثير من البلدان العربية ولكن لا نجد على الأقل في الظاهر صدى لهذا العملية التغلغل الثقافي والخطير الذي يخفي النفوذ في دول المغرب. نحن أمام مشكلة كبيرة جدا الحقيقة، ينبغي أن أقول بأنه شيء جيد وشيء عظيم أن أن تقف في مواجهة هذه الفرنسة وهذا التغلغل الثقافي ومحاولة محق الهوية العربية من خلال مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة التغلغل الفرنسي والثقافي مع وجود أرضية تدعم له، والمشكلة الآخر التي تواجهها العربية في المغرب هي مشكلة الأقليات. مشكلة هذه مشكلة كبيرة جدا. اليوم كل أقلية تحاول أن تثبت وجودها أول ما تركز عليه بضرورة أن يكون هناك لغة خاصة بها، وهذا يجري في كثير من البلدان التي فيها هذه المشكلة اللغوية. طيب أريد أن أسأل الأستاذ أحمد، يعني هناك منذ أكثر من عقدين من الزمن المغرب يشهد نشاطا ويشهد حراكا، أسست ائتلافات وجمعيات وهيئات لدعم وتفعيل استعمال اللغة العربية في الحياة اليومية وفي المؤسسات الحكومية والخاصة، لكن لم يكتب النجاح ليذكر نجاحا يذكر أو لم يكتب نجاح يذكر لهذا الحراك. ما السبب الذي يعوق نضوج هذا الحراك ووصوله إلى مأربه في تفعيل اللغة العربية ضمن المجتمع المغربي؟
أرى أن الكلمة التي ذكرها الدكتور هاشم هي تلخص الأمر، وهي الانهزام. هناك انهزام عميق في صفوف النخبة، بما فيها النخبة التي تدافع عن اللغة العربية، تجد أن دفاعها أحيانا فيه شيء من الاعتذارية ونقص الحسم. أو المواربة. يعني القضية اللغوية يجب أن تكون حاسمة، لا تعالج بمعالجات جزئية، لا تعالج بمسكنات، لا تعالج ب يعني تعالج بإجراءات جذرية، مثل ما حدث مع اللغة الفلامية الهولندية في بلجيكا مثلا، كانوا حاسمين جدا وحلوا القضية اللغوية بشكل يعني تام. وكما حدث في كيبيك، إقليم كيبيك في كندا، وكما حدث في إندونيسيا التي ذكرت، وفي فيتنام، وكما يحدث يعني منذ البداية في بلدان مثل تركيا لم تقبل أي هزيمة لغوية، ولا الصين ولا اليابان ولا غيرها، وكما يحدث في الاتحاد الأوروبي حيث 24 لغة رسمية. طيب استاذ احمد، يعني ارجو المعذره عن المقاطعه، لانه لم يتبقى لدينا الا دقائق معدودات في هذا الموضوع. اريد اقتراحاتك ورؤيتك لسبل اعاده تفعيل او اعاده الاعتبار للغه العربيه في المملكه باختصار شديد من فضلك. يجب ان يكون هذا موضوعا ينخرط فيه الجميع، المترددون يتوقفون عن التردد، الذين ينتظرون يجب ان يعرفوا اننا ندفع ثمن الوقت الذي يضيع، يجب ان نحارب الأوهام اللغوية بما فيها وهم أن 70% من الدراسات في العالم تنجز باللغة الإنجليزية. هذا ليس صحيحا. كل البحوث العلمية في اليابان وفي روسيا وفي الصين وفي غيرها تنجز باللغات المحلية وليس بلغة أجنبية. يجب أن ننتبه إلى أن تصحيح المسألة اللغوية والقضية اللغوية شرط في التنمية، شرط ليصلح التعليم، شرط يتحسن مستوى الخدمات الصحية، شرط يجب أن يتحقق لكي نكون على السكة الصحيحة. فهذا أمر ينبغي أن يحسن، يجب أن نتخلى عن اللغة الاعتذارية وعن يعني التسويف في هذا الأمر وعن الانتظار، وأن ننتبه إلى التجارب الجيدة، كل التجارب الأوروبية بدون استثناء، التجربة التركية ممتازة، التجربة الإندونيسية وغيرها، ويجب على حكوماتنا أن تلتزم بالقوانين والدساتير، وضحت الصورة، وألا تجعل يعني مصالح شعوبها. نعم، يعني ذكرت نقاط ينبغي أن يقوم بها، وأفهم من كلامك أن المجتمع هو المسؤول عن الاطلاع بهذه المهمة، لكن ماذا عن دور الحكومة؟ وهنا أسأل الدكتور هشام لو أذنت لي، يعني ربما تقول لي أن الحكومة هي المسؤولة، لكن الحكومة في المغرب أصدرت قرارات بإلزام استعمال اللغة العربية في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومع ذلك لم يستجب، والدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، الحكومة مسؤولة عن حمايتها والعناية بها وتفعيل استعمالها، ومع ذلك لم يستجب. من بيده أمر إعادة اعتباري للغة في قومها؟ يعني هو القرارات هي مهمة، والتوجهات ووجود ما ينص على ذلك في الدساتير مهم جدا، ولكن ثمت الأمر متروك للخيارات، ثمت متروك للاجتهادات. يعني ربما بعض القرارات وبعض القوانين التي تشرع ليست بمستوى، يعني لا تلحقها آليات في كيفية المتابعة، وهذه مسألة مهمة. أنا أريد أن أقول بأنه ثمت جهد مضاعف. نحن نعد المغرب والإخوة القائمين في الجمعيات والمؤسسات التربوية والتعليمية في المغرب، نحن نعدهم الآن صمام أمان ومواجهون على ثغرة من ثغور اللغة العربية في محاولة اكتساح أو إحداث ثغرة في جدار اللغة العربية وهويتها. نشد على أيديهم من هذا الموضوع، نشد على أيديهم في ضرورة أن يعشقوا ويشبكوا علاقات مع باحثين ومع جامعات في المشرق العربي، فهذه مسألة مهمة جدا، ويضغطوا باتجاه إيجاد تسهيلات لحضور الأساتذة العرب والمتخصصين في اللغة العربية إلى تلك البلدان، لأنه ثمت مشكلة في موضوع التأشيرة، وثمت مشكلة في قضية حضور الباحثين إلى 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 تلك الأماكن. نحن لا نريد أن نحول إلى مصطلحات يعني العسكرة، ولكن نحن نقول بأنه العربية في أرض معركة هناك، وبالتالي ينبغي أن تزود بعدد من المناصرين والجنود والباحثين كي يتواجدوا في تلك الأماكن ويعززوا وجودهم، فضلا عن إيجاد آلية هؤلاء هذه الجمعيات
تقترح آليات في كيفية تحويل هذه القرارات إلى قرارات تنفيذية، وإلا إذا ترك الأمر للدساتير والتعليمات فالدساتير غالبا تكون مرنة وقراراتها مائعة بحيث تسمح للجميع أن يمارس دوره، وبالتالي تحدث التشابك والازدواج وربما الصراعات الداخلية التي لن توصل أي طرف من الأطراف إلى وكما يقول أحد الأدباء السوريين في الدول العربية ما جعلت الدساتير إلا لتخرق. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو الدكتور هشام عبد الله أستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بجامعة الموصل سابقا، والشكر أيضا كذلك للأستاذ أحمد القاري المدون والكاتب والباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية، والشكر موصول بطبيعة الحال لحضراتكم في حراسة الله.